بطولة جديدة بتضاف لإمام عاشور، أعتقد يا إمام البطولة دي على المستوى الشخصي مهمة جدا بالنسبة لك إمام. والله الحمد لله، طبعا برحب بكابتن شوبيري طبعا، وبشكر طبعا لعيبة رجالة من أول دقيقة لآخر دقيقة، وبطولة مهمة جاية في وقت مهم طبعا لينا، والحمد لله لعيبة رجالة من أول دقيقة لآخر دقيقة، وبشكر جمهور النادي الأهلي اللي ورانا من أول دقيقة لآخر دقيقة. النهارده لكن هفكر في البطوله بكره. ايوه اكيد خلاص، انا من دخلت النادي الاهلي خلاص، يعني السيستم هنا بصراحه مفيش سيستم زي سيستم النادي الاهلي بصراحه. اللعيبه كلها يعني كله ماشي على السيستم ده، عشان كده منظومه ناجحه، ودايما زي ما انا قلت لك لو راح بطوله احذر من النادي الاهلي، عشان النادي الاهلي لما بيقوم ما سامحني لو ضاعت بطوله احذر من النادي الاهلي. ايوه طبعا، بيجي قدامها 100 بطوله، واحنا اللعيب مننا مش ببطوله، اللعيب مننا ب 100 بطوله، فاهمها زي ما تفهمها بقى، اللي عايز يفهم يفهم. وصلت يا امام. انا مش قصدي والله حاجه، ولا قصدي يعني في حد، ولا قصدي اي حاجه، بس انا قصدي النادي الاهلي نادي كبير، عشان تطلع تتكلم عن النادي الاهلي، عشان تتكلم عن النادي الاهلي لازم تتكلم عليه باحترام، لازم تتكلم عليه ان النادي الاهلي ده يعني انت مشهور بسبب النادي الاهلي، انت مشهور في العالم كله بسبب النادي الاهلي، انت بتروح اي بلد انت من مصر، انا بلعب في الاهلي اول حاجه بتتقال الاهلي، فانت ما ينفعش تطلع تسيء للنادي الاهلي عشان النادي الاهلي كبير قوي قوي،
وحابب اشكر اللعيبه وبشكر الكابتن شوبير طبعا. عايز تقول لي الكابتن شوبير ده حبيبي، ده الكابتن شوبير. انا مستني العزومه، انا لسه قايل لاوفا دلوقتي قلت له ده هطلع معايا، قال لي لا مستني العزومه ان شاء الله يا كابتن، واشوفك ان شاء الله في اقرب وقت باذن الله. حبيبي مستني منك كتير، ربنا يخليك يا رب.